السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في فيديو فلوغ هكاك، معناها على الهامش بعد ساعات نعمل لهم فيديوهات هذوما، خاطر كي نحب نحكي معاكم هذا الحل الوحيد، معناها باش نحكي معاكم نقولوا فاس فاس. ما نجمش نجي في فيسبوك كل خاطر بصفه عامه مش ناس كل تشوفها، في يوتيوب السابس كل يشوفوها يكونوا في بالهم بيه. شبيني عندي تو بريس كارب على 5 ايام ما هبطش فيديو، بخلاف ستريمز كوما ستريمز ما تعتبرهمش فيديوهات، معناها مانيش نخدم عليه ستريمز كوما هكاك، كما فيديوهات راني مقلق لايمتى هذوما. اولا كان الكاميرا ما غير اوبجيكتيف، خاطر الاوبجيكتيف القديم صارت لي فيه مشكله تويكا قاعد يتصلح، تو جينا اوبجيكتيف جديد خير برشا، اما حتى الاخر في نفس الوقت نستحقه باش نصور الجرين سكرين، اما تو يرجع الاوبجيكتيف الاخر. المهم كنت مقلق معناها الايامات هذوما ما عينيش باش ريكوردي هكا، نجيب باش ريكوردي بعد نقول فك عليا نرجع نحل فيسبوك وبرا ونمشي نلعب شويه فيفا وكاو حاصيلو. ومشيت الدار جاتي خاطر كوزاني يروح بحدايا معناها نمشي معاه كل، اما كوميم تويكا ابرك شويه حكايه نفسيه وبعد تمشي على روح. تويكا جينا اوبجيكتيف جديد باش يحسن في الكاليتي على الاخر على الاخر، ما تصوروش معناها قد ايش يحسن الكاليتي الاوبجيكتيف هذايا، ديجا تنجموا تشوفوا تويكا الكاليتي. الاوبجيكتيف هذايا هو الكانون 50 مليمتر اف 1.8، وبالمناسبه قلت سومو 350 دينار راهو في تونس، سومو ما بين 350 و 400، مش الكاميرا بكلها، الكاميرا هي بيدها ما تبدلتش، كانون سدي اللي تبدل هو الاوبجيكتيف اللي هو 50 مليمتر اف 1.8 واللي هو استيم باي ذا واي، معناها اخر واحد واحد من احسن الاوبجيكتيف اذا كانك تحب تعمل يوتيوب فيكس 50 مليمتر، يعني ما تنجمش تعمل زوم، اما في الاوفرتور نتاعو طياره وتحطك تعمل 100 يزو ولا 200 يزو ديما ما تفوتهمش. اي واحد هكا يفهم شويه فيديوغرافي وفوتوغرافي نتصور يعرف الاوبجيكتيف هذايا، وننصح به لاي واحد عنده كانون خاطر سومو ديجا معقول والكاليتي نتاعو بالحق مش عاديه، ديجا تنجمو تشوف. ثاني حاجه بخلاف الاوبجيكتيف هي جاني ميكرو من عند شركه اسمها مور اوديو، شركه صينيه تعمل حكيت معاهم الكل، رصات لي خلصت بريسك 200,000 ديوانه التو لازمني نلقى حل كيف باش نرجع الفلوس، خاطر فريمون هو الميكرو سومو 160 دولار جديد باش نعملوا عليه ريفيو زاده بالانكلي، تخيل وانا عامل هالكل جوست باش نعمل ريفيو على الميكرو هذايا خاطر نحب نحسن في الكاليتي ونوريه لكم. لحظه برك لحظه اوكي دونك ماش كنشوفوا فيه، لحظه برك خلونا نعملوا هكا، ديجا حليته مره برك ما نجمش نستعمله نقول لكم عليه دقيقه برك. دونك هذا هو الميكرو ديجا كما تشوفوا مازال بكشتي، هذا يتسمى ميكرو شوتغان اللي هو عز ميكرو عز تيب نتاع ميكرو، تنجم تاخذوا اليوتيوب يستعملوه الناس كل كسو سوا حتى جيم بلاير كل شيء فلوجر اللي تحب انت كل يستعملوه. اما فما ديفو ليلو، هو مش ديفو هو بلوس، اما بالنسبه لينا كتوانسه يعتبر ديفو خاطره يستحق حاجه اسمها الفانتوم باور اللي هي 48 فولت فانتوم باور باش الميكرو يخدم ريجل. تو هيك كي تركبه في الكاميرا ما يخدمش، تركبه في بي سي ما يخدمش، لازمك تركبه في اوديو ميكسر يكون يو اس بي خاطر العاديين كيما اللي عندي حاسب تنوري لكم لحظه برك، خاطر العاديين كيما اللي عندي يعملوا برشا حس مع السوفل نتاع امبلي تسمى، دونك ما يقابلش انك تسجل به هكا عادي معناها. سو لازمنا شو اسمه اوديو ميكسر يو اس بي باش نجمو نخدمو به الميكرو هذا. دونك كيما تشوفوا ديما حارس اني نحسن الكاليتي لو ماكسيموم، وديما معناها نحاول لو ماكسيموم اني نعطيكم اقوى كاليتي في تونس نتاع فيديوهات كسو سوا شيء. واو لحظه برك نركحوا الميكرو، تخيل معناها كان الميكرو اللي نقصي فيه حتى الوحده نتاعو مكسره مع السيبور نتاعو، هذا الاوديو ميكسر اللي نحكي لكم عليه، اما السورتي نتاعو ماهيش يو اس بي دونك ما نجمش نستعمله، هو قديم نتاع بابا وما عادش يستحقو دونك قعد عندي وما استعملته حتى مره، هكاك قاعد في الدار وبرا هكاك. سو هذوما يتسمى الماتريال الجديد اللي جانا اللي هو الاوبجيكتيف والميكرو، دونك باش يحسنونا في كاليتي على الاخر، اللايتينغ نتاعي ديجا ولا مزيان على الاخر، كاليتي دو سون باش تزيد تتحسن اكثر من اللي تويكا باش تولي عالم اخر، باش يجينا حاجات اخرين نتاع ريفيوز خاطر ديما نحرك انا من ديما فما جديد، فما جيف واي عن قريب اون برانسيب 4-5 ايام نهبطوا
والهدف الأول متاعي توي كأني نوصل 10,000 قبل ما نبدأ القراءة. هذا هدف ما نجمش نوصل لوحدي، الولاد لازم أنتم تقفوا معايا. سو إذا كان بالحق بالحق تحب تشجعني، تحب تعاوني كأحمد، معناها كأحمد تعمل لي بارتاج، تقول لأصحابك إذا كان تعرفهم يتبعوا، ما نعرفش. المهم إذا كان بالحق تقدر الخدمة اللي نعمل فيها، رانا كيوتيوبرز الكل رانا منا نربحوا في شيء. نجم تقول برشا عباد يعتبروه ضياع وقت اللي نعملوا فيه، برشا يقولوا لي ضيع في وقتك هكاك، أما أنا الله غالب مخروم. دونك كيما فما عباد يحب يمشي قهوة باش يبدل الجو، أنا نبدل الجو كي نعمل فيديو. بعد ساعات كيما لي تام تاعي تويك مقلق دونك ما عينيش، أما بصفة عامة كي نعمل فيديو عبارة نقول واحد عمل سيجار ما تنفست ونشيخ فريمون بالحق، حاجة إغرام ونعملوا فيها هكاك بلوش إلى الله في سبيل الله. نربحوا جوست كيما قال ويش قبل، نربحوا جوست في القطايع كيما تويكا ام اس سي تعطينا في قطايع كلافيي سوري بروشينمون دي كارت جرافيك ديمو بو كل شيء هكاك قطايع. وانا اصلا تخيل معناها اش عامل القطايع اللي تجيني نعمل فيهم دي جيف اواي، فوالا معناها باش تشوفوا قداش نحب نعاون السابس. وهي حاجه صحيح معناها عاونتني باش نطلع في السابس برشا، اما في الاخر راني نجم نحطهم عندي ولا حاجتي بسابس ولا حد شيء. ما انا نحب نقوي العقليه نتاع الهاردوير في تونس. انا وصبري باش نخدموا برشا بروجيات جدد، عنا بروجي نتاع لايف ستريم سيري اسمها هاردوير بروز باش تصير في القرايه اون برينسيب كل نهار السبت العشيه باش نستريميو ساعه ولا ساعه ونص، ومعنا نحكيو على الهاردوير الجديد ونحكيو مع بعضنا وكل حاجه ماهيش موجوده في تونس باش تولي ان شاء الله موجوده معنا. وفما سيري افهم الهاردوير اللي باش تصير حاجه برو على الاخر، ونحاول نفسر فيها بطريقه برو واضحه ما غير كلام صعيب، حاجه بالفلقي من الاخر. نقول لك كارت مير من الاخر اش معناها، كارت جرافيك من الاخر اش معناها، وقدره ربي اذا كانت تبعوها السيري هذه من الاول للاخر خرجكم ممكن في ظرف 3-4 شهور تخرجوا الناس كل جنون نتاع هاردوير، تولي الناس كل تفهم. انا هيك الهدف حب نوصله، نحب الناس كل تولي كي تحب تشري بي سي ما تجيش تسالني انا من الاخر، تحب تشري بي سي، تحب تقوي في القطايع نتاع البي سي نتاعك، تتفرج على فيديوهات نتاعي اذا كانك عمرك ما تفرجت، تتفرج عليهم، تفهم كل شيء بالحق سيريوزمون، تفهم كل شيء، نحب نوضح كل شيء. وسي سيور ما فماش واحد نجم يفهم كل شيء في الدنيا هذه، ديما فما جديد، حتى انا باللي نعرف في الهاردوير ما زلت ما نعرف شيء، فوالا باللي تفهم في الهاردوير وما زلت حد شيء، باللي تفهم في السيونس ديما حد شيء، في الميديسين في كل شيء ديما العلم. العلم الكل عند ربي في الاخر، واحنا جوست نتعلموا ونحاولوا نقربوا ونقويوا في الدرجات نتاعنا من ناحيه العلم. حاجه اخرى نحب نقولها لكم هي وقت القرايه راني باش الخدمه تنقص برشا، خاطرني السنه دوزيام دونك فما قرايه بدات تصعب، دونك نحب نركز شويه على قرايتي خاطر انا بخلاف اليوتيوب نحب نوصل في قرايتي ونحب نخرج لبرا. دونك هذوما هكا حاجات بيرسونيل حبيت نقولها لكم الاولاد كابديت للشان باش ترجع الخدمه المزيانه عن قريب. وفما ريفيو للميكرو كما قلت لكم برانسيب بالانجلي كما تفهمنا، وفما اذا كان تحبوا فيديو على اللينزز وكل نتاع اليوتيوب تيبس نرجعوا لهم، وفما افهم الهاردوير والجيف اواي، وكان نجمت نعمل فيديوهات اخرين نعملهم قبل ما تبدا القرايه. دونك الاولاد كما قلت لكم اذا كان تحبوني نوصل في الديسكا قبل القرايه راهو انتم بخلاف خدمتي انا انتم تنجموا تعاونوني باش نوصل. بارتاج ماهيش حكايه كبيره، تعملوا بارتاج وشوفوها ودخلوا لي عباد جدد وتقوى الكوميونيتي نتاعنا نتاع تونيزيان جيمرز. هكا هو برنسيب هكا يا الاولاد. ديزولي طولت عليكم في الحديث، اذا كان عجبك الفيديو حط لنا لايك، اذا كان ما عجبكش حط لنا ديسلايك، كومنت شير سبسكرايب. وكان معكم احمد كاب وموقع تونيزيان جيمرز، ان شاء الله تقابلوا المره الجايه في فيديو جديد. تشاو.